أفاض ولاء للأنظمة البريطانية ليتلمس ملاذا من تهديدات الأنظمة العثمانية والفارسية، وتحرق شوقا للاستقلال وإقامة إمارة عربية مستقلة بالأحواز، كما كانت تمنيه بالوهم الأنظمة الأجنبية التي تحالف معها. لطالما ارتفع سقف تطلعاته، لكنه لم يتوقع يوما ما أن يكون لقبه آخر أمراء عربستان. فمن هو خزعل الكعبي؟ وما قصة القضية المنسية لعربستان العربية؟ وهل تورط خزعل فيما آلت إليه تلك القضية؟ خزعل الكعبي ولد الأمير خزعل الكعبي بجنوب البصرة عام 1861، ويعود نسبه إلى عشيرة بني كعب التي قدمت من العراق في منتصف القرن السابع عشر، واستوطنت ضفاف شاطئ العرب شرقاً وغرباً، وهو الابن الخامس لأمير عربستان الثالث جابر بن مرادو. خلف خزعل أخاه مزعل الكعبي في الحكم بعد عملية اغتيال ناجحة دبرها للإطاحة به عام 1897، ليصبح أمير عربستان الخامس والأخير، ولقب بأمير المحمرة. والجدير بالذكر أن عربستان هي بلد عربي متجذر العروبة، وكان الصفويون أول من أطلق عليها هذا الاسم، وتعني أرض العرب، غير أن وقوعها على رأس الخليج العربي وتمتعها بموقع استراتيجي وتجاري مميز، فهي تقع على حدود الإمبراطورية العثمانية من الغرب وجبال زاجروس الإيرانية من الشرق، وثراؤها بالثروات الطبيعية عامة وبالنفط خاصة، إضافة للنزاع العثماني الصفوي على المنطقة، جعلها مطمعاً للعديد من الدول الاستعمارية وعلى قائمة مخططاتها. سياسة خزعل الكعبي. كان أخوه مزعل وأبوه حذرين في التعامل مع التدخلات الأجنبية وصارمين بشأنها، ولم تتمكن بريطانيا من التوغل في عربستان كما تمكنت في عهد خزعل، الذي اعتمدت سياسته على الترحيب بالتدخل الأجنبي ومد جذور التعاون والصداقة مع بريطانيا مقابل وعود بتأييد استقلاله بالإمارة وسيادته عليها، بالإضافة إلى دعمه عسكرياً ضد أي اعتداء، مع ضمانات له بتوارث الحكم في أسرته. وقد بلغ الشيخ خزعل في تودده إلى بريطانيا حد دعمه لها في احتلال العراق، بالإضافة إلى تقديم يد العون لها على تحقيق مساعيها فيه. وكان خزعل يمني نفسه لما هو أكثر من ذلك، فقد كان يتطلع إلى حكم العراق، ولم يتوان في تكرار الإشارة حول ذلك تلميحاً وتصريحاً للأنظمة البريطانية، غير أنها لم تعر تلك الإشارة اهتماماً يذكر، وأوكلت حكم العراق للملك فيصل الأول عام 1921. وعلى ما يبدو أن خزعل لم يستطع أن يترجم ذلك التجاهل أنه بمثابة مؤشر أن الصداقة بينه وبين بريطانيا لن تكون طويلة الأمد. وقد شهدت فترة حكم خزعل الكعبي الكثير من الأحداث الفارقة والمتتابعة، ففي عام 1908 اكتشف النفط في منطقة مسجد سليمان شرق الأحواز، ولم يبدي خزعل معارضة لإنشاء البريطانيين معملاً لتكرير النفط ومرور أنابيبه عبر أراضيه مقابل إيجار سنوي. وفي عام 1911 وقع اتفاقية مع بريطانيا بعدم منح امتياز استخراج اللؤلؤ إلا تحت إشراف وموافقة الحكومة البريطانية، وسمح لقواتها بدخول عبدان لتأمين منشآتها النفطية. كل ذلك وأكثر كان مقابل وعود بالدعم والتأييد والعديد من الألقاب الرفيعة التي منحوه إياها تعبيراً عن امتنانهم له. كما شهدت فترة حكمه نشوب الحرب العالمية الأولى، والتي أسفرت عن زيادة النفوذ البريطاني بالمنطقة، كما شهد حكمه انهيار الحكم القاجاري الذي كان يحكم بلاد فارس، ومن ثم تم قيام الحكم البهلوي على يد رضا خان بهلوي، الذي جعل من الإطاحة بخزعل والاستحواذ على الأحواز هدفاً على رأس قائمة أولوياته، ذلك الهدف الذي أصاب مرمى عربستان وأسدل الستار على حكم الدولة الكعبية. سقوط آخر إمارة عربية في عربستان. أخذ شاه إيران الجديد رضا خان في التودد إلى بريطانيا، وعمل على مساومتها بلغة المصالح التي لا تفهم سواها،
فعقد معها صفقة مفادها أن يجعل من إيران جبهة تدعمها ضد التوغل الشيوعي والاتحاد السوفيتي، على أن يؤمن مصالح مستعمراتها في الهند مقابل موافقتهم على ضم الأحواز إلى إيران. لم تتردد بريطانيا في الإطاحة بالشيخ خزعل الذي باتت صداقته مجانية إذا ما قورنت بمصالحها الجديدة، وأصبح وجوده عائقاً في طريق تلك المصالح. وفي عام 1925 سقطت الإمارة العربية الأخيرة بعربستان، حيث احتل رضا خان المنطقة عسكرياً وأسر الشيخ خزعل ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قلعة طهران، وظل في أسره حتى إعلان وفاته في ظروف غامضة عام 1936، وقيل إنه مات مسموماً. وهكذا تم إلغاء الإمارة وضمها إلى إيران الحديثة. وسعى النفوذ الإيراني بلا هوادة في طمس معالم العروبة فيها وتغيير هويتها القومية. وأنت، هل تعتقد أن خزعل الكعبي كان له دور فيما تعانيه عربستان حتى هذا اليوم؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.